السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الدفاع تصدر الأوامر الإدارية بإعادة تعيين المفسوخ عقودهم من الموظفين المدنيين. أصدرت وزارة الدفاع الأوامر الإدارية بإعادة تعيين المفسوخ عقودهم من الموظفين المدنيين. وذكر بيان للوزارة أن المديرية العامة للأفراد أصدرت الأوامر الإدارية بإعادة تعيين المفسوخ عقودهم والبالغ عددهم 1017 بعد موافقة مجلس الخدمة الاتحادي على الأسماء المرسلة إليه. إن المديرية العامة للأفراد عملت على تسكين المفسوخ عقودهم من الموظفين المدنيين الملاكات التي تتلائم مع عناوينهم الوظيفية وحسب التوصيف الوظيفي والاختصاص للاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم في رفد الصرح العسكري. الدفاع المدني وزير الداخلية وجه بإسناد مديريتنا بالعدد الأكبر من التعيينات، أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم في صدور توجيه من وزير الداخلية بشأن التعيينات في المديرية، فيما أوضح أبواب الصرف الخاصة بعمل الدفاع المدني في الموازنة. وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية أن الدفاع المدني من المديريات التابعة لوزارة الداخلية خصص للوزارة 37100 عنصر ضمن قانون بالموازنة، وبعد توزيعها على مفاصل الوزارة كانت حصتنا جيدة، حيث وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإسناد مديرية الدفاع المدني بالعدد الأكبر من التعيينات. أضاف أن هذه التعيينات والعقود الجديدة ستضيف دماء جديدة لمديرية الدفاع المدني العامة، وسيتم إدخال المقبولين في الدورات الأساسية المشات والدورات التخصيصية لممارسة عملهم في مجال الإطفاء والإنقاذ ومعالجة القنابل غير المنفلقة. وتابعا ما فيما يخص التخصيصات المالية فسيتم صرفها وفق الأبواب المخصصة لها، ولدينا الكثير من الاحتياجات لصيانة الآليات وتأمين الخزين الاستراتيجي من الوقود، على اعتبار أن الدفاع المدني هو يقوم بواجبات المستجيب الأول، يحتاج إلى خزين التأمين وجهوزية وتأهبه بشكل مستمر. وتابعا نأمل أن تكون تخصيصات الموازنة كافية لشراء المواد الأساسية مع مادة الفوم المستخدمة في الإطفاء وأجهزة التنفس والاحتياجات الخاصة برجال الدفاع المدني لتمكينهم في عملهم، فضلا عن العجلات والمعدات التي تحتاج إلى الصيانة المستمرة. عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 800 ألف طلب قدم للتطوع بصفوف الجيش العراقي. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء استقبال المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على التطوع في صفوف الجيش العراقي، والتي أطلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 ألف طلب. قد سجلت في المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على التطوع في صفوف الجيش العراقي والتي أطلقت خلال الأسبوع الماضي، وأضاف أن عملية التقديم شهدت إقبالا كثيفا. قد بلغ العدد الكلي للمقدمين 186405 مواطن، توزعوا على جميع محافظات العراق، حيث كانت أعداد المتقدمين للتطوع من جانب الرصافة في العاصمة بغداد الأعلى بنسبة تبلغ 14%، تلتها محافظة بابل بنسبة 11%، ومن ثم جانب الكرخ في بغداد بنسبة 10%، فيما جاءت محافظتا أربيل والسليمانية في المرتبة الأخيرة بنسبة تقدر حوالي 1.1%. وأكملت الأمانة بحسب البيان أن المركز تمكن من السيطرة على الزخم الكبير لعملية التقديم من خلال الاعتماد على 5 خوادم افتراضية ذات سعات عالية، مع تفعيل خاصية توزيع الأحمال على الخوادم المذكورة، وتأمين الحماية لبيانات المتطوعين أثناء التقديم من خلال تفعيل خاصية الجدران النارية الافتراضية، فضلا عن العمل على تأمين انسيابية وصول الطلبات إلى المنصة وضمان جودة بيانات القيود المسجلة في قاعدة البيانات. مجلس الخدمة يوضح بشأن ملف الفاحصين في وزارة الدفاع. أوضح مجلس الخدمة الاتحادي طبيعة الإجراءات بخصوص ملف الفاحصين لدى وزارة الدفاع. ذكرت الناطقة رسمية باسم المجلس أطياف الشمري في حديث متلفز أن الأوامر للتعيين قد أصدرت للمفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع والبالغ عددهم 1018 من مجموع 1250، وأضافت أن ملف الفاحصين فإنه ما زال قيد الإجراءات بين مجلس الخدمة ووزارة الدفاع، وحال إكمالها ستصدر الأوامر. وزارة الدفاع تصدر تنويها للمتقدمين على الدورة التأهيلية 87 من أبناء محافظة بغداد. أصدرت وزارة الدفاع تنويها للمتقدمين على الدورة التأهيلية 87 من أبناء محافظة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان أن على الطلاب المتقدمين للدورة التأهيلية رقم 87 من أبناء محافظة بغداد الحرف أليف يكون موعد المقابلة في يوم الأحد الموافق 1/10/2023 بدلا من يوم الاثنين المصادف 2/10/2023 على الاحتفاظ بالمواعيد الأخرى. الدفاع تنشر أسماء الموظفين المفسوخة عقودهم الذين تمت إعادتهم للخدمة. أعلنت وزارة الدفاع أسماء الموظفين المدنيين المفسوخة عقودهم الذين تمت إعادتهم للخدمة. قالت الوزارة في بيان أن المديرية
العامة للأفراد تدعو الذوات المدرجة أسماءهم بالقوائم أدناه من الموظفين المدنيين المفسوخ عقودهم الذين تمت إعادتهم للخدمة مراجعة الدوائر المؤشرة إزاء أسماءهم لغرض نشر مباشرتهم في تلك الدوائر، وفي حال لم يتم استقبالهم من تلك الدوائر عليهم مراجعة المديرية العامة لشؤون الأفراد لإجراء لازم لهم. قائمة الأسماء ستجدونها في وصف الفيديو.